ما شفتوش. ارحبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم حسن بكلاش اوف كلانس. الحين انا في هذا الوقت من العام انا نزلت كلاش اوف كلانس في هلأ هذه الدقيقة، وسوف اريكم كيف تعمل، سوف اعلمكم كيف تعمل كلاش اوف كلانس. اتمنى انه يعجبكم الفيديو. السلام عليكم، أتينا إلى هنا. أنا هنا مجمع الجيش، هذا اسمه رامي السهم يحمي البيت، وهذا البيت وهذا الشغلات يعطونك، وهذا المدفع وهذا المجمع المصاري، وهذا أطلع منه الجيش، وهذا كمان المدفع نفس الشيء، وهذا هنا الجيش يتجمع في هذه النار. سوف هنا نريكم كيف تعمل. هنا الناس الذي يهجم عليك يطلع لك هنا، تدوس الزرقة وهنا تشتري الأشياء. هنا أيضا تشتري الرجال والنساء والذين يحاربون. هنا رجال الشرطة وهنا الحرب. هنا أول واحدة، الثانية هنا من أول يجي لك. هنا أول واحدة، أول ما تفتح ينطرك هنا خمس ساحرين وهنا يعطونك ناس. هنا بدك تهجم. أنا إذا أبري أريد أن أهجم بس هنا. وهنا هذا الهيئة الباحثة في $50 تدوسها، يعطوك قرض ضعيفة لأجل أن تضربها. هنا أنا عندي، سوف أحط هذا هكذا، أحط هذول الرامي السهام هنا وهنا وهنا هنا هكذا، سوف يضربون الناس. ثم هنا أخذت أنا هنا 0 نجمة، 28 نجمة، 28%، هنا 37%. لو ضربوا هذا سوف يأخذوا نجمة واحدة، وسوف نذر أيضا. هنا أنا لا أريدها أن تتغنى، أريد أن تنتهي نجمة واحدة، أريد أن تنتهي من هنا. أخذت نجمة فقط، أجل ما في أي مشكلة يا أصدقائي. هنا أنا، كيف أنت أن تشتري ناس؟ هذا العملاق راح تحتاج 2500 من الكثير لحتى تشتري العملاق. سوف أنا أعمر هذا الشيء أجل أنت، 30 جوهرة لأجل أن تصلح هذا الشيء. وهنا أنا عندي الجواهر، عندي من النقود من الكثير الأكثر 508، ومن النقود 3266، ومن المجوهرات الخضر 254. سوف نرى هنا. هذا أنا لم أصلحه لأني أنا جديد. وهنا البيت سوف يحتاج 4000 دولار لأجل أن تصلحه. هنا أنا أريد أن أحارب من هنا هذه الأرض، سوف تعجبكم أم لا تعجبكم، أنا بحب رأيكم أنتم يا أصدقائي. سوف نحط هنا قليلا. سوف يقتلون هذا، سوف أصدق أنه يقتلون هذا الشيء. لا تدخلوا من هنا لأنه متفجرات. لا أوه مان، انظروا إلى هذا، ما شاء الله صعب يا رجل، إنه صعب كثيرا. أصدقكم سوف أربح أنا بالتأكيد. لا أجل، أنا فقط، أنا من كم النقود عندي؟ عندي أنا نجمتين فقط. ما في أي مشكلة، لا تقلق. هنا ربحنا المرحلة الأولى.
وهنا عندي 4000، أستطيع أن أصلح هذا الشيء. سوف أخذ هذا الشيء والمدفع والقنبلة والناس الذي يتمرمون، وأخذ الكثير وأخذ النقود وهؤلاء الشيء. يتطلب من الوقت 2.5 دقائق. أريد الجيش من هنا، أستطيع أن أصلح الجيش هنا. 29، هنا سوف أريد هذا. هل تريد أن 29 نقود؟ أجل وصلحت هذا الشيء. و هذا الوقت انظروا، اتفتح العملاق. سوف انا اخذ واحد من هذا وهذا 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 وهذا. اجل 11 شوهرة. اجل سوف اريد هذا، اخذ من هنا من الشيء هذا. او الوقت 30، لا في أي مشكلة يا رجل، إنه سهلة. هنا ناس هجموا علي في أول ما استريت الأرض هذه. هنا ناس هجموا علي من هنا، سوف أريكم. هذه القديمة من أول ما جبت القرية، هذه القديمة. أجل إنه ولا نجم أخذهم هنا. هنا سوف أسرع الوقت. انظروا في ثانية القرية الحين. أعتقد من هذا من القليل. وهنا يا أصدقائي سوف هذا كيلانس، تحطه على قيمة كيلانس، والأراضي تكتب اسم أرض هنا، تكتب اسم أرض، وسوف يطلع لكم الأرض اللي أنتم تريدون هنا. وهنا يوجد عنكم عروض، وهنا هكذا ليس في هذا. هنا سوف تنشروا على الفيسبوك لكلاش أوف كلانس. هنا الرمز السري، لا أريد أنا الرمز السري. وهذا يتطلب الكثير، يتطلب 100,000 لتصليح هذا الشيء ويصير قارة لدينا. وهنا الجيش كثروا وصاروا. أريد أن أحارب الأشياء. إنها صعبة هذه الأرض يا نساء. لا أنا أريد أنظروا سوف يربحن أم يخسرن. يأخذون النقود. إنها صعبة كثيرا هذه المرحلة، ليس كثيرا قليلا، لكن أنا لا أملك الكثير من الجيش. لا يوجد عندي فقط واحد بس، فقط واحد عملاق واثنين من الرانيسيان. اركض هيا ايها العملاق، انت عملاق، اركض. عجل اركض.
إسلام من الرامي التهام سوف يضربون الأرض هذه، ليس يضربون كثيرا من الحيوانات. إذا هذا المقطع طويل، سوف نعود لكم بعد دقيقتين. إذا أصدقائي وصلنا إلى هنا، أخذنا نجمة فقط و 3500 من النقود. سوف أنا أحتاج من العمالقة، سوف أحتاج، ليس هنا، ليس أتقدم كثيرا. إذا وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى يكون يعجبكم الفيديو، إنها تعليم كيف تضبطون كلاش أوف كلانس. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، وشكرا لكم أصدقائي.